يبكى أن رجلا ذات ليلة كان يجلس مع أصحابه يتحدث معهم، فتعرضوا لذكر الحج فدخل الشوق قلبه وأراد أن يحج، فذهب وجلس مع زوجته وأولاده ليقنعهم بذلك، وقال لهم: ما رأيكم أن يذهب أبيكم إلى بيت ربه في هذا العام حاجا؟ فقالت زوجته وأولاده: نحن كما ترى لا نملك شيئا، فكيف تريد أن تتركنا وتذهب إلى الحج؟ إلى من ستتركنا؟ وكيف سنأكل ونشرب؟ فقالت ابنته الصغيرة: ماذا سيحدث إذا وافقتم على سفر أبي للحج؟ فإن الله هو الرزاق وهو من بيده الرزق، فهل إذا سافر أبي سيمنع الله عنا رزقنا؟ فقالوا: صدقت والله. ووافقت الزوجة والأولاد على سفر حاتم الأصم إلى الحج، وترك إلى أهل بيته أموال تكفيهم لثلاث أيام فقط. وبعد مرور الثلاثة أيام على أهل بيت حاتم نفذت الأموال والأكل والشرب، وفي اليوم الرابع بدأوا يتضوروا جوعا، ومن شدة الجوع كانوا يبكوا. وبينما كانوا يبكون كانت الأخت الصغيرة تبتسم، فقالوا لها: لما تبتسمي الآن فأنت السبب في كل هذا، وأنت من أقنعتينا بسفر أبينا. فقالت: فأنا أتعجب لماذا تبكون، فقد سافر أكل الرزق وبقى معنا الرازق. فبينما هم على هذه الحالة طرق الباب، فقامت الأخت الصغيرة وفتحت الباب، فإذا بشخص يطلب ماء لأمير المؤمنين، حيث خرج أمير المؤمنين في رحلة صيد مع جنوده وأصحابه ونفذ منهم الماء. ثم أخذت الزوجة كوزا جديدا وملأته ماء، فشرب الأمير منه فاستطاب الشرب من ذلك الماء، فقال: هل هذه الدار لأمير؟ فقال: لا والله، بل لعبد من عباد الله الصالحين عرف بحاتم الأصم، ولقد سمعت أنه البارحة أحرم بالحج وسافر ولم يخلف لأولاده شيئا، وأخبرت أنهم البارحة باتوا جياعا. فعندما سمع أمير المؤمنين هذا الكلام حل الأمير منطقته من وسطه، وهي عبارة عن شيء يربط على الوسط ومرصع بالألماس والأحجار الكريمة، وقال لأصحابه: من أحبني فليحل منطقته. فحل جميع أصحابه مناطقهم وأعطوها إلى بيت حاتم الأصم، فتم تجميع أموال ملأت بيتهم وتكفيهم حتى الممات. فلما رأت الزوجة والأولاد هذا فرحوا فرحا شديدا، ولكن أختهم الصغيرة بكت بكاء شديدا، فقالوا لها: ما هذا البكاء؟ إنما يجب أن تفرحي، فإن الله وسع علينا. فقالت: انظروا كيف بتنا البارحة جياعا، فنظر إلينا عبد من عباد الله فأغنانا بعد فقرنا، فكيف إذا نظر إلينا رب العالمين؟ لا تنسى مشاركة الفيديو واجعلها في ميزان حسناتك، ولا تنسى ذكر الله والصلاة على النبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.